السلام عليكم الإخوان والأخوات. إذا اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشرحوا نظرية التعلم، ونتمنى نكون في حسن الظن ديالكم، يعني نكون شرحت مزيان. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع أصحابكم، ولي تشتركوا عندنا في لاشين ولايك إلا عجبكم الفيديو، وشكرا. إذا نبداو على بركة الله. عندنا نظريات التعلم. نبداو بالنظرية البنائية أو النظرية التكوينية. فيها واحد جوج ديال المفاهيم مهمين جدا، هما الاستيعاب والتلاؤم. إذا خصنا نعرفوا هاد جوج ديال المفاهيم شنو كيعنيو. يعني الاستيعاب تعني هو القدرة على استخدام المكتسبات القبلية لحل وضعية مشكلة. مثلا أنا جيت قريتك ديجا مثلا جدول الضرب، والحصة المجية عطتك عمليات على جدول الضرب، ملي جاوبتي نعرفك راه استوعبتي، يعني تمكنتي من انك تستخدم دوك القواعد اللي وريتك ديجا. مزيان. التلاؤم هو تكامل بين مكتسبات السابقة والمكتسبات الجديدة. مثلا راه كتكون بزاف في الرياضيات، مثلا الا ما فهمتيش القسمه وجيت انا كنقريك القسمه مثلا ديال الاعداد العشريه، راه ما غاديش تفهمها. يعني خصك ضروري تكون عارف القسمه ديجا، عاد نجي نشرح لك كيفاش كتكون مثلا في الاعداد العشري. يعني دائما كتلقى الا ما فهمتيش شي درس قبل راه كيكون التتمه ديالو من بعد ما غاديش تفهمو. اذا التلاؤم هو تكامل بين مكتسبات السابقه والجديده. اذا هذه النظريه البنائيه صاحبها هو بياجي. في هذه النظريه المتعلم يبني المعرفه انطلاقا على ذاته فقط، اي المتعلم يلاحظ يضع فرضيات ويحلل ويناقش. مزيان. اذا فهاد النظريه كيقول لك المتعلم راه بامكانه يبني المعرفه من خلال الذات ديالو. يعني يسول مثلا ملي كتكون كتشرح الدرس راه كيسولك، وفي نفس الوقت كتجاوبو وكيلاحظ وكيناقش وكيحلل. اذا عنده القدره باش انه يتفاعل داخل القسم. وعندنا النظريه السوسيو بنائيه، وتعني سوسيال، يعني سوسيال سوسيو بنائيه. روادها كاين سوك وبيرمين، كاين بزاف. المهم نقتصر على الجوج. في هذه النظريه المتعلم يبني المعرفه انطلاقا من التفاعل مع الاخرين. اذا هذه النظريه السوسيو بنائيه كتقول لك باش تعلم يعني خصك تكون انسان اجتماعي، يعني ما تكونش منغلق، خصك تبقى تناقش مع الاخرين، تحاور معهم، تسول، تفاعل معهم. وكذلك داخل القسم ملي كنديروا مثلا مجموعات راه كيتفاعلوا التلاميذ مع بعضياتهم وكيناقشوا التمرين الى اخره. اذا هذه النظريه السوسيو بنائيه كتقول لك بلي المتعلم خصو يبني المعرفه انطلاقا من التفاعل مع الاخر. بالنسبه للنظريه المعرفيه روادها كايني وتارديف ونوفاك، اي ان للعقل البشري القدره على معالجه المعلومه وتعطي اهميه لاستراتيجيه التعلم. اذا هذه النظريه المعرفيه كتقول لك باللي العقل البشري راه عنده واحد القدره باش كيعالج المعلومه. يعني مثلا انا شرحت ليه قواعد ديال جدول الضرب وقلت ليه جوج مثلا في خمسه، راه العقل ديالو يعني عنده القدره باش يعالج ديك المعلومه ويعطيني شحال كتساوي. اذا هذه النظريه المعرفيه. وكذلك كتعطي اهميه لاستراتيجيه التعلم، يعني كتعطيك واحد الاستراتيجيه كيفاش انك تقري وكيفاش انك تبسط الى اخره. اذا هذه هي النظريه المعرفيه. وكاين النظريه السلوكيه، هي اول نظريه اللي ظهرت. روادها كاين بافلوف وسكينر. كتقول في ميدان التعلم نعتمد على مبدا مثير واستجابه. غادي نرجعوا لهذا المثير استجابه. بالاضافه الى ان التعلم يحدث عن طريق المحاوله والخطا والتكرار والتعزيز. مزيان. اذا في هذه النظريه كتقول لك باللي كيعتمدوا على مثير استجابه، وهذا مثير استجابه مهم في هذه النظريه. هذا المثير اش كيعني؟ مثلا انت شرحتي ليه الدرس مثلا ديال كما كان شي درس مثلا في الرياضيات ولا في النشاط العلمي الى اخره، ومثلا قلتي لي في الاهداف الدرس خصنا نتعرفوا مثلا العدد الكسري والعدد العشري الى اخره، وجيتي عطيتيه واحد التمرين. اذا هذا التمرين، هذه الاستجابه، هو الاستجابه لدوك المثيرات اللي عطيتيه في الاول، يعني
مثير مثلا هو التمرين، واستجابة هو استجابة لأهداف الدرس. قريته باللي مثلا إذا كان اختازلو كنديرو هكا وكنديرو هكا، إذا المثير مثلا هو التمرين والاستجابة هو الاستجابة لأهداف الدرس اللي حنا بغينا نوصلوا ليهم. والتعلم يحدث عن طريق المحاولة والخطأ، والتكرار والتعزيز. التعزيز هو أنك كتشجعو باش كتحفزو باش يقرأ. وعندنا النظرية الجشطلتية، روادها كاين كوفكا وكوهلر. في هذه النظرية نعتمد على الانتقال من مبدأ الكل إلى الجزء، أو من النص إلى الكلمة، أو من الكلمة إلى الحرف. مثال: إذا أردت أن تعلم حرف للتلميذ انطلق من الجملة. مثلا أنا في القسم ديال الأول الابتدائي بغيت نقري لهم واحد الحرف، مثلا كنقول لهم أم أميمة معلمة، أم مو 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 أم، وهكا كنطلق لهم من الكل من الجملة إلى الحروف. هذه هي النظرية، كنطلقوا من الكل إلى الجزء. هذه هي النظرية الجشطلتية، وفيها واحد المصطلح مهم هو الاستبصار. المعنى ديالو هو الفهم الفجائي أو الإدراك الفجائي الذي يصل بالمتعلم إلى الفهم والمعرفة. مثلا بمعنى كتكون كتركز مع الأستاذ كيشرح، ما كتكونش في البداية مثلا كتفهم، ومن بعد واحد اللحظة يعني كتفهم شنو كيدير. هذاك هو الإدراك الفجائي اللي كيجي على غفلة، وكتولي كتفهم داكشي اللي كيدير، ولا داكشي اللي كيقصد الأستاذ. إذن هادو هما النظريات. إلا كاين شي إشكال حاولوا تكتبوه في كومنتير، والله يوفق الجميع. وما تنساش تشجعونا بلي لايك وتابونا عندنا في لاشين إلا استفدتوا، وشكرا لكم.